لطيفة رأفت تدخل على خط تجاهل المنتج العالمي رضوان في مهرجان بمصر. إليكم التفاصيل فتابعوا الفيديو إلى آخره. فقد علقت الفنانة المغربية لطيفة رأفت عن الموقف الذي تعرض له كل من المنتج العالمي رضوان والفنان الشاب نعمان بالعياشي في حفل افتتاح مهرجان الجونة بعدما تم تجاهلهم من طرف المذيع. وقد نشرت لطيفة فيديو للمنتج رضوان عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الانستغرام وعلقت عليه: اليوم ضرني خاطري بزاف لما شفت موقف خبيث من مذيعة مهرجان مصري ومغني مصري ما بغيتش حتى نطق اسمه، لأن سوابقه مع فناننا الجميل سعد المجرر دليل على أنه كيبحث على الشهرة والعالمية من ولاد بلادي الحبيب المغاربة. تجاهل هاد الناس لفنان عالمي كرضوان اللي تعامل مع أكبر الفنانين العالميين واللائحة طويلة كتشهد على عالميته، فهذا شيء ما يمكنش يتقبله أي فنان عنده غيرة على ولاد بلاده. أما بالنسبة للفنان بالعياشي يمكن نقوله أنه يبحث عن الشهرة الشرقية، وهذا من حقه لكن ماشي بهذا التعامل والتجاهل. عزيزي الفنان العالمي رضوان، إذا بغيتي تطلع شي حد من الأحسن ولاد بلادك ورجع لعالميتك مع الغربيين اللي عطيتيهم فنك وألحانك واعترفوا لك بهذا الشيء، إنما تنزل راسك لهذا المواقف والله ما نرضاها لك. وأنت تعرف معزتي لك أنت وأختي ليلى زوجتك المصون، بلدك وولاد بلادك أولى. وغادي نختم كلامي بنصيحة أعتز بها من أغلى الناس صادفتهم في حياتي، المغفور له الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله قال لي: بنتي اللي خرج من داره تقل مقداره.